أشار عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فعور إلى أن لدى الحكومة فرصة نادرة، إذ لديها نصاب وطني شبه مكتمل في تكوينها لإنجاز بعض القضايا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والإنمائي العام. لديك العذر اليوم أمام أهل السياسة، ونحن منهم العذر أمام الحكومة، ونحن من مكوناتها في أن لا تنصرف بشكل كامل إلى إنجاز الكثير من القضايا. وكما قلت، المعارضة اليوم هي معارضة إيجابية، وإن لم تكن معارضة موسعة ولكن معارضة إيجابية، والمعارضة أمر مطلوب أن يكون في حياتنا السياسية. وزف أبو فعور إلى البقاعيين خبر استرجاع كلية الزراعة قسم الأبحاث والتأهيل الذي سيكون مركزه الأساسي في خربة قنفار في البقاع الغربي.